السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية عجالمة لنقف على مشروع البيت البيئة أو دار البيئة اللي تم يعني قرار بإنشاء دار البيئة في كل ولايات الوطن وتهتم بالمسائل نتاع تطوير المحيط العام للمدن والقرى في كل ولايات الوطن، وكذلك ب يعني الحفاظ على النظافة المحيط بصفة عامة. وأنا ناشد هاد المسؤولين نتاع الديار تاع البيئة في كل ولاية الوطن أن يهتموا بالتشجير. التشجير هو عملية هامة جدا وتتناسب، والمهام نتاع هذه الديار نتاع البيئة في يعني التأطير نتاع العمليات تاع التشجير على مستوى البلديات في كل بلدية الوطن، وكذلك الجانب التحسيسي للشباب بصفة عامة للقيام بالتشجير على مستوى الأحياء في كل الأحياء، خاصة البلديات النائية اللي ناقص فيها التشجير. إذن لابد من العناية بالأحياء السكنية الجديدة و يعني أخذ زمام الأمور يعني المبادرة للتشجير في هذه الأحياء. وإن شاء الله هذه الديار نتاع البيئة في كل يعني البلديات تأخذ هذه المسؤولية تاع التشجير، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.